تبني وتطايو عرش يرف سبابا أفاطا ودروس نمبي وتنبس كوبوس أفا فلوبا تيري شو يصاري إيمو أوتنا نيم بيكو إيم فولنتي اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بشكر ابانا الذي في السماوات. النهارده في هذا اليوم الدراسي في تيرانوس نستكمل معا ماده القانون الكنسي وفرصه طيبه انه يكمل معانا سيدنا الحبيب في هذه السنة الدراسية، سيدنا الحبيب جدا نيافة الأنبا فلوباتير أسقف كرسي أبو رؤاس وكل تخومها الذي بدأ معنا دراسة شيقة جدا فريدة من نوعها مسجلة ومحفوظة على المنصة التعليمية لمدرسة تيرانوس لكل من يريد أن يتعلم ويريد أن يبحث. أرجو أنه إخواتنا الجداد اللي موجودين في المدرسة يرجعوا للمحاضرات المتتالية والمتسلسلة في موضوعها في مادة القانون، لأنه هيبقى عندنا باك جراوند كبير جدا عن القوانين الكنسية، ونصل اليوم إلى درس القوانين، قوانين نقية المزيفة أو غير الصحيحة والتي جاءت ووردت في بعض المخطوطات وفي بعض النصوص، وانتيل ناو حتى الآن لم يثبت مصداقيتها. أرجو أنه إخواتنا اللي في سنة أولى بالذات يرجعوا للمحاضرة اللي قبل كده اللي هي عن قوانين نقية عشان يقدروا ياخدوا باك جراوند عن الموضوع، ما نبقاش بنتكلم في فراغ يكونوا هم غير يعني معنيين أو ما غير فاهمين احنا فين بالذات بالضبط. مادة القانون الكنسي هو دفة الكنيسة، وهو المعيار. كلمة كانون يعني معيار، يعني معناها مسطرة، يعني معناها قضيب لخط السير من أجل التنظيم الكنسي والسرائري والتدبير الرعوي في الكنيسة. الآن نأتي إلى كلمة سيدنا وخطوة سيدنا عزيزة جدا جدا، مشوار كبير قوي يعني بيتكبدوا إلى أن يأتي لينا، وحضوره في حد ذاته هو بركة مضافة جدا للمدرسة ومقدرة أنه يجي سيدنا ويدرسنا. وكان سيدنا بيدرسنا كمان قبل الأسقفية لما كان وكيل لإكليريكية الدير المحرق. ربنا يدي نيافتك الصحة سيدنا وتعيش وتيجي وتعلمنا. شكرا. أولا كل سنة وانتم طيبين، وكنيسة وأبونا والأباء والمدرسة اللاهوتية مدرسة تيرانوس بخير، وبشكر جدا الحقيقة مجهود أبونا في هذه المدرسة المتخصصة. هي أيضا مدرسة فكرتها فريدة، إن أبونا بيدعي المتخصصين كلهم في مجاله يحاول إن هو ياخد المادة من يعني مصدر يكون درس فيها. أنا مش متخصص قوي يعني، بس درست في القانون، فأنا بشكره برضو أن أنا يكون لي فرصة تواجد. ده بيزيدني أنا رغبة في البحث والاستزادة يعني.
وشكري وسلامي للأباء الأساقفة الأحباء أنبا هرمينة وأنبا بافلي. وإن شاء الله يا رب سنة سعيدة عليكم، 2024 سنة تكون سنة بركة وسنة خير. إحنا ماشيين في موضوعات القانون الكنسي من وقت ما بدأناها، سلام يا بون، من وقت ما بدأناها زي ما أبونا قال، إحنا بدأنا في مدرسة تيرانوس، بدأت القانون الكنسي قبل كورونا، يعني قبل كورونا بدأنا، وكان الكلام ده تقريبا 2019، وجيت اديت محاضرة في فترة كورونا بس اتنقلت اونلاين مرة واحدة في فترة كورونا، وبعدين بعد الخدمة في برقاص استمرنا مع بعض نفس المنهج اللي احنا ماشيين فيه. والمنهج اللي احنا ماشيين فيه هو كان مقدمة للقانون الكنسي اخدناها، ثم اخدنا قوانين الاباء الرسل، شرح مختصر يعني لقوانين الاباء الرسل، ثم المصادر المنسوبة للاباء الرسل، خدنا الديداخي وخدنا قوانين هيبوليتس وخدنا المراسيم الرسولية، ثم بدأنا في قوانين المجامع المسكونية الثلاثة، خدنا نقيا. هراجع بس عناوين وعناصر في مجمع نقيا قبل ما نتكلم على القوانين المنسوبة زورا إلى مجمع نقيا. مجمع نقيا 325 كان السبب الرئيسي ليه زي ما حضراتكم عارفين أكيد إنه هو كان مناقشة بدعة أريوس، لكن أيضا كان هناك أمور كتيرة محتاجة مناقشة في مجمع نقيا. صح الموضوع الرئيسي والأساسي كان للرد على بدعة أريوس، وطبعا عشان كده احنا بنعتبر القديس أثناسيوس بطل مجمع نقيا، لأنه هو اللي صاغ مع الأباء المجتمعين قانون الإيمان النقوي الذي هو كان بمثابة شرح تفصيلي لقانون الأباء الرسل اللي بدأت به الكنيسة. لكن كان في موضوعات تانية تحتاج إلى رأيبات، وطبعا لم يكن هناك أفضل من مجمع نقيا ولا أنسب من مجمع نقيا ولا أقوى من مجمع نقيا أن يصيغ ردودا ويضع حلولا لأمور كثيرة كانت تحتاج إلى ذلك. فحسموا قضية أو بدعة أريوس وردوا عليها وأقروا بإيمان الكنيسة المسلم وبمساواة الأب للابن، وصاغوا قانون الإيمان إلى عبارة نعم نؤمن بالروح القدس. فقانون إيمان نقيا كان المحور الرئيسي بتاعه في الرد على بدعة أريوس المساواة بين الأب والابن، ثم قضية تحديد موعد عيد الفصح، و أقروا أن يكون الأحد الذي يلي الاعتدال أو الفصح اليهودي، وأعطوا لبابا البطريرك الإسكندرية الاختصاص في تحديد موعد عيد الفصح كل عام، ويقوم بتوزيع الرسالة الفصحية للكنائس الرسولية الكراسي الرسولية، يخبرهم فيها بأن موعد عيد الفصح هذا العام هيكون كذا. ليه؟ لنبوغ الإسكندرية في علوم الفلك، عشان بس الأمور تبقى واضحة. يعني ليه أسندوا تحديدا إلى بابا الإسكندرية؟ لنبوغ مصر وكنيسة الإسكندرية في علم الفلك. قضية تالتة، قضية زواج الإكليروس، كان فيه خلاف على أن الكهنة يكونوا متبتلين المتزوجين، فاستقروا بعد الدفاع اللي قدمه الأنبا بفنيتيوس وأسقف مصري كان أسقف طيبة اللي هي الأقصر وكان بتولا، وتكلم ودافع عن ضرورة زواج الكهنة لعدم التحرك، ونكتفي بأن يكون الأساقفة من المتبتلين. فمن مجمع نقيا استقرت الكنيسة أن يكون الأساقفة قولا واحدا من المتبتلين. وإن كان بعد مجمع نقيا عارفين حضراتكم القوانين لما بتطلع ممكن بتاخد وقت شوية لغاية ما نوصل إلى الاستقرار. النهاردة وإحنا في القرن 21 هل نقدر نقبل أو نسمع إن في أسقف متزوج؟ استحال. ده القرار اللي طلع في مجمع نقيا، بس خد الشكل النهائي بتاعه تماما بعد عدة قرون من مجمع نقيا. يعني لغاية القرن التاسع كان في إشارة إلى وجود أسقف متزوج، لكن من بعد كده
ما بقاش في أساقفة متزوجين. رغم أنه برضو أنا عايز ألفت النظر إلى أنه في قوانين الأباء الرسل وهم بيتكلموا عن الأسقف كانوا بيتكلموا على أن يكون من الأفضل غير متزوجا، أن يكون من الأفضل غير متزوجا. فمن بداية الكنيسة كان الأفضل أن الأسقف يكون غير متزوج، واستقر الأمر كقانون في مجمع نيقيا. لكن لأن القوانين بتاخد شوية لغاية ما توصل إلى، أصل عايز أفهمكم حاجة في القانون، واللي بيدرس قانون هيفهم أن العرف الشعبي ليه دور كبير جدا، الأعراف والتقاليد وما استقر في عرف النفوس ده مصدر من مصدر، تعرفين ده مصدر من مصادر التشريع في القانون المدني، شوف القانون الكنسي، يعني من ضمن مصادر القانون العرف اللي استقر، يبقى قانون يتحول إلى قانون. فعشان نوصل لأنه الناس خلاص بقى العرف والتقليد اللي جواهم الأسقف يكون غير متزوج، أخذت وقت شوية بعد ما جمعناك. ثم رد المجمع وأصدر قرار بخصوص قضية عماد الهراطقة، لأن كان في خلاف بين استفانوس أسقف روما وبين القديس كبريانوس أسقف كارت أو رئيس أساقفة كارتاجنة، وما قاله القديس كبريانوس بأن من تعمد على يد أرثوذكسي، أو هو كان معمودية أرثوذكس واللي تعمد ده ارتد يرجع بدون إعادة معمودية، لكن لو تعمد على يد هرطوقي تعاد معموديته، وده اللي أقره مجمع نيقيا. ثم قضية انشقاق ميلاتيوس أسقف أسيوط الذي قام برسامة أساقفة مختصبا حق البابا بطرس خاتم الشهداء، وأكد مجمع نيقيا على أن هذا حق للأب البطريرك، وأصدر قرار يخص الأساقفة الذين رسمهم ميلاتيوس أسقف أسيوط مختصبا حق الأب البطريرك البابا بطرس خاتم الشهداء. ثم أصدر مجمع نيقيا 20 قانونا، دي تعرضنا عليها مش هنعيد تاني، وإلا كده يبقى بنعيد المحاضرة بالكامل. 20 قانون. طيب الحقيقة أنه في قوانين نسبت إلى مجمع نيقيا بأعداد كبيرة جدا، بأعداد كبيرة جدا، واللي عايز ألفت نظركم ليه أنه مش هنلاقيها مرقمة بأرقام فوق 20. يعني إيه؟ إحنا عارفين أن القوانين اللي ثبتت صحتها ونسبتها إلى مجمع نيقيا 20 قانون شرحناه. نعرف منين القوانين المنسوبة الزورة أن إحنا مش هنلاقيها في وسط 20 قانون دول، لكن ممكن نلاقي قانون مرقم برقم 7 مثلا وتلاقيه قانون منحول. يعني اللي دسوا القوانين مش يدوها رقم 21 و22 و23 و24 إلى آخره، حطوها في وسط قوانين مجمع نيقيا. فقوانين مجمع نيقيا عدت رقم كبير، ده مش صح ومش منطقي، وهنقول برضو الأدلة المنطقية على رفض الكلام ده. وطبعا مش كنيسة الإسكندرية هي بس اللي رفضة ما يزيد عن 20 قانون، ده من ضمن الكتب القانونية القيمة جدا والقوية جدا ومن أقوى المراجع القانونية كتاب مجموع الشرع الكنسي لحنانيا كساب، وده روم أرثوذكس مش قبط أرثوذكس. فمش كنيسة الإسكندرية فقط هي اللي بترفض ما يزيد عن 20 قانون. إيه الفايدة وإيه اللي استفادوه اللي زادوا قوانين منحولة؟ في الأول عايز أقول لكم إن منذ فجر الكنيسة ومنذ بداية وجود قوانين كنسية إلا وهناك من يسعى لأن يدس قوانين مش صحيحة. وإذا كان أول مجموعة قوانين بنعترف بيها وبنعدها مصدر لكل تعاليم الكنيسة قوانين الأباء الرسل 127 في كنيستنا، لكن اللي يرجع للمحاضرات دي هيسمع أن احنا قلنا أن في مجموعة قوانين اسمها مجموعة أو قوانين علية صهيون. المجموعة دي اللي بتسمى قوانين علية صهيون
بتنسب للآباء الرسل لكنها غير صحيحة ونسبت زورا. وكان من ضمن الأدلة البسيطة جدا إن دي مش من قوانين الآباء الرسل إنه كانوا بيتكلموا فيها على رتبة المطران، وده جه بعد زمن الرسل بزمن. إيه اللي بيستفادوا الناس اللي بيدسوا قوانين؟ زي أي واحد عايز يستفيد فعايز يدي شرعية لرغباته فيروح يحط قوانين، يدي الكنيسة بتاعته سلطة، يكون هو مقتنع بحاجة والكنيسة لا تجمع عليها فيروح يدسوها في قوانين معترف بها زي قوانين نقية. فانت تقرأ ان دي في قوانين نقية فتقول طب ما هو في قوانين نقية. فحاول الغرب، بعض الغرب يعني، ان هم يدسوا في قوانين نقية قوانين تخدم فكرهم وبعض من عقائدهم، ووضعوها على انها قوانين صحيحة لمجمع نقية. الحقيقة انه القوانين المنحولة وصلت مجمع نقية الى 104 قانون، لانهم حطوا 84 قانون غير صحيح. ومنطقيا لما نيجي نقارن مجمع نقية اصدر 20 قانون صحيح وحوالي 5 قضايا، ومنهم قضايا ايمانية اللي هي جوهر الايمان كله، وعشرين قانون. لما نشوف مجمع القسطنطينية هنلاقيه سن 8 قوانين، ومجمع أفسس 7 قوانين. فبالمقارنة انعقاد مجمع يسن 7 ومجمع يسن 8 قوانين ومجمع يسن 104 قانون. وخلي بالكم المجامع المسكونية بالذات كانت محددة ومقيدة، وعشان كانوا يوصلوا للقانون دي كانت مشقة بالغة جدا. فمن رابع بس خلينا دي لما نتعرض للأدلة المنطقية. طبعا احنا مش هنقدر نسرد ال 84 قانون المزادة على قوانين نقية، لكن هنتكلم على الأدلة التي تؤكد زور نسبة تلك القوانين لمجمع نقية، وذلك على النحو التالي. أولا هناخد الأدلة التاريخية، وبعد كده هنقدم بعض أدلة منطقية. بس في الأول ناخد يعني مقدمة شوية نتكلم فيها. الحادثة والمناسبة التي شهدت جدلا حول نسبة هذه القوانين لمجمع نقية. مجمع نقية 325 قرن الرابع. في مجمع قرطاجنة اللي بعد مجمع نقية يبقى مجمع قرطاجنة الثاني. عندنا مجمع قرطاجنة الأول قبل نقية، وعندنا مجمع قرطاجنة الثاني بعد نقية في القرن الخامس، لأنه التشريع الكنسي اكتمل في القرن الخامس. التشريع الكنسي اكتمل في القرن الخامس، بمعنى أن القوانين الكبيرة وأساس قوانين الكنيسة اكتملت في القرن الخامس. من بعد القرن الخامس هنلاقيها لوائح وقوانين مكانية. يعني مثلا كنيسة الإسكندرية ممكن تطلع في المجمع المقدس لغاية النهاردة بنطلع لوائح قرارات، لكن كمصادر تشريع اكتمل التشريع الكنسي في القرن الخامس. في مجمع قرطاجنة 419 استمر منعقدا لست سنوات. تخيلوا المجمع ده فضل كأنه مفتوح، رايحين جايين في اجتماعات لسه ما خلصتش 6 سنين. انعقد بناء على طلب القديس أغسطينوس، وكان الأساس فيه الفصل في قضية بيلاجيوس، لأن لغاية الوقت ده كان فيه بيلاجيين أو كانوا يسميهم بيلاجيوسين اللي هم أتباع بدعة بيلاجيوس. واجتمع المجمع من 217 أسقف للفصل في هذه القضية، وحضر من هؤلاء الآباء البارزين الأنبا أوريليوس، كان رئيس أساقفة قرطاجنة. بالمناسبة أفريقيا كان فيها كرسي رسولي واحد اللي هو كرسي إيه؟ اسكندرية. كرسي رسولي الوحيد اللي في أفريقيا كرسي كنيسة الإسكندرية. بس لما تسمعوا لغاية النهاردة
لما تسمعوا المقدمة بتاعة الإنجيل اللي بتقال بتقال لسيدنا البابا، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وليبيا والخمس المدن الغربية وبلاد الشرق والمهجر اللي الأماكن اللي لنا فيها كنائس، بس ما بنحطش معاهم لا تونس ولا الجزائر ولا المغرب. لكن ليبيا اللي هي الخمس مدن بتتبع كنيسة الإسكندرية، أما باقي شمال أفريقيا كان يتبع روما اللي هي الجزائر والمغرب وتونس. فكانت كارتاجنا فيها رئاسة كنائس أفريقيا اللي بتتبعها، ولكن كانوا بيتبعوا بابا روما. إحنا كنيسة الإسكندرية، ليبيا الخمس المدن الغربية، السودان، الحبشة، ومعها إريتريا. لكن ما عدا ذلك ما كانش فيه خضوع، يعني ما كانوش تحت رئاسة بابا الإسكندرية، باقي أفريقيا يعني. لكن طبعا الكنيسة ممكن تفتح كنيسة، تنشئ كنيسة في أي مكان تبقى خاضعة للأب البطريرك، زي ما بابا روما ليه كنائس هنا بتخضع لرئاسته بالضبط. لكن الكرسي في أفريقيا كان كرسي القديس ماركوس. القديس أغسطينوس كان أسقف هبو، وكان نائب عن أبروشيت نوميديا وأبروشيت موريتانيا، يبقى نسينا نقول موريتانيا كمان، كل دول كانوا خاضعين لروما. وأرسل زوزيموس أسقف روما نوابه إلى المجمع، وهما الأسقف فوستينوس وقصين فيليوس وأسلوس. بيذكر الأنبا كيرولوس مقار في كتابه الوضع الإلهي عما حدث في المجمع بتاع كارتاجنا الثاني ده، فيقول: أمر رئيس المجمع أن يبدأ أعماله. بصوا بداية ظهور المشكلة هنا في 419 بقراءة قوانين مجمع نقي. يعني بدأ رئيس المجمع أول ما ابتدوا المجمع قال نقرأ القوانين الصادرة من مجمع نقي. فجي فوستينوس، وده نائب بابا روما، قال إن المجمع يجب أن يبدأ أعماله بما يحمله من تعليمات من البابا. يعني أنت ليه تعرض قوانين مجمع نيقيا؟ إحنا ده مجمع دلوقتي بنبتدي فيه، إحنا عندنا تعليمات من البابا في روما، هي دي اللي نطرحها على المجمع، والمجمع هو اللي وهي دي اللي نلتزم بيها في المجمع. بعد مناقشات كثيرة استقر رأي أباء المجمع أن يطلعوا على رسالة أسقف روما من النواب بتوعه، وأصروا على الاطلاع عليها. ليه؟ لأن فيستينوس ده الأسقف اللي جاي من روما نائب عن بابا روما كانش عايزهم يطلعوا على الرسالة أساسا. إزاي؟ قال لهم أنا النائب بتاع البابا، وأنا اللي هقول لكم إيه الرسالة دي بتحمل إيه. طب إحنا عايزين نطلع عليها؟ قال لهم لا، أنا هبلغكم شفاهة. قالوا له لا، يعني أنت لا عايزنا نقول قوانين مجمع نيقيا، ولا عايزنا نطلع على رسالة البابا اللي جاية مكتوبة، وجاي أنت عايز تقول لنا التعليمات، ممكن دي تعليمات في دماغك أنت. أصروا أن هم يطلعوا على رسالة بابا روما. عندما اطلع المجمع على الرسالة وجدوا فيها الآتي: أولا، يعطي الحق لبابا روما وبابوات روما في قبول استئناف قضايا الأساقفة، وبيقول استنادا إلى القوانين 3 و4 و5 من مجمع نيقيا، من قوانين مجمع نيقيا. فاهمين الكلام؟ يعني لما أصروا يطلعوا على رسالة بابا روما، فتحوا الرسالة لقوا أولها أول بند عايز المجمع ده بتاع كارتاجنا يقر بإيه؟ بأحقية بابا روما أن يكون له سلطة على كل الكنائس، إن اللي ليه مظلمة يستأنف فين؟ عند بابا روما. جبت منين الكلام ده؟ قال لك استنادا إلى القوانين 3 و4 و5 من قوانين مجمع نيقيا. يرجعوا القوانين مجمع نيقيا، فين الكلام ده؟ ده مش في قوانين مجمع نيقيا، قد تجيبته منين؟ أنا يعني بتخيل السيناريو اللي داير بينهم وبين الراجل ده، انتوا جبتوا منين القوانين دي؟ ما احنا عندنا قوانين مجمع نيقيا وحافظين. قال لك لا، دي في قوانين مجمع نيقيا. يا عم جبتها منين؟ ما فيش مصدر عندك بيقول ان في قوانين لمجمع نيقيا غير اللي معانا. 2،
وجوب استئناف قضايا الكهنة والشمامسة أمام مجمع الأساقفة المجاورين بمقتضى قوانين مجمع نيقيا أيضا. وأقرب أساقفة لكنائس أفريقيا هم إيطاليا ويكون أسقفها روما. لو إحنا فاكرين قوانين نيقيا هنعرف أن النص الأولاني صح أن هو قانون في قوانين مجمع نيقيا، أعتقد القانون السادس بس مش متأكد، أن لما يكون حد من الكهنة ظلم من الأسقف بتاعه يستأنف الشكوى في مجمع الأساقفة بتاعته، صح؟ لكن هو زود إيه؟ قال لك إن أقرب أساقفة لأفريقيا روما، فكل اللي في أفريقيا يروحوا يستأنفوا عند بابا روما. دهل أعضاء مجمع كارتاجنة من هذا الإدعاء وصرخوا جميع اللي أنا بتخيله. يعني إحنا معانا نسخ نيقيا وما فيش الكلام ده. حضراتكم وانتوا قاعدين دلوقتي اكيد دماغكم كلكم بلا استثناء فهمتوا من البدايه كده ان قوانين مجمع نيقيا المنسوبه زورا الى مجمع نيقيا بنسبه كبيره دستها من غير اي دليل كنيسه روما لبسط سلطان كنيسه روما. ده تاريخ. وفي جزء من القانون اسمه تاريخ قانون في كلية الحقوق، اللي اخذ منكم كلية حقوق عارف انه درس سنتين تاريخ النظم القانونية. القانون تاريخ والتاريخ يحمل القانون. فأعضاء المجمع قالوا لا، اللي انتوا بتقولوه ده مش في مجمع نيك. النواب بتوع بابا روما قالوا لا ده في مجمع نيك، احنا عندنا نسخة في مجمع نيك فيها الكلام ده، لا دول كانوا عايشين وقت نيقيا ولا دول كانوا عايشين وقت نيقيا. قرر أباء المجمع إرسال القس إينوشينسوس إلى الإسكندرية والشماس مارسيل إلى القسطنطينية ليطلع على النسخ الأصلية لمجمع نيقيا. وكان معروف في التاريخ إن في نسخة في روما في إسكندرية وفي نسخة فين؟ في القسطنطينية. نسخ أصلية، نسخ مخطوطة، اتكتبت نسخة من مجمع نيقيا في وجود البابا أثناسيوس، ويمكن يكون البابا أثناسيوس اللي كتبها بإيده ووداها لمين؟ للبابا بتاعه في اسكندرية. ونفس الكلام بتاع القسطنطينية. بلغ الأمر أسقف روما، يعني بعتوا له قالوا له الحق ده الناس هنا ما صدقوش اللي احنا بنعمله، ما دخلش عليهم. فهو مات في السنة دي، كان اسمه البابا زوزيموس، مات في هذه السنة. ومن بعده بلغ الأمر للي بعديه اسمه بونيفاسيوس الأول، البابا بونيفاسيوس الأول. الكلام ده 419-420 في كتاب عصر المجامع الكنسية لأبونا صليب سوريال، هتلاقوا ناشر الكلام ده، الرسالة اللي أرسلت باسم مجمع كارتاجنة إلى لما مات البابا زوزيموس نيح وجي بعدي البابا بونيفاسيوس الأول، فمجمع كارتاجنة راح بعت له رسالة. الرسالة دي أكيد هيقولوا له عن القوانين اللي انت بعتها دي، شوف انت جبتها منين. ملخص الرسالة أنهم أخبروه أنهم اطلعوا على رسالة جاية من سلفك اللي هو البابا زوزيموس، وتحتوي على إشارة إلى استئناف قضايا الكنائس لدى روما. والكلام ده أنتوا بتقولوا أنه في مجمع نيقيا، وإحنا عندنا الكلام ده مش في مجمع نيقيا، فأنتوا جبتوه منين؟ فأبلغ بونيفاسيوس بأنهم قد أرسلوا، أبلغوا بونيفاسيوس اللي هو البابا اللي كان موجود وقتها، ان هم بلغوا البابا اللي قبلك اللي هو زيزيموس بالكلام ده. لغايه احنا دلوقتي منتظرين هنجيب نسخ اصليه لمجمع نيقيا، واحده من اسكندريه وواحده من قسطنطينيه. طبعا يا جماعه احنا لو في الزمن ده روحوا تعالى بكره هات لنا الرساله، لكن ده عشان يوصل من كارتاجنة في تونس عشان يروح لغايه القسطنطينيه ده هياخد له كام شهر. فقال لك استنى بقى لما نجيب الرساله الاصليه.
ثم طلبوا من بابا روما الحالي اللي هو بونيفاسيوس أن لا يحتمي باتباع تعليماته إلا في دائرته بس. يعني إيه؟ يعني لغاية ما نجيب النسخ الأصلية قداستك تخليك في كنيستك، والكهنة اللي عندك والأساقفة اللي تحت رئاستك يحتاجوا ليك، يستأنفوا ليك، تقبلهم تعملهم، دول إيه؟ تحت رئاستك. ما عدا كده مالكش دعوة. هي واضحة من المجمع إن العملية فيها رغبة في السلطة، فرض نفوذ كنيسة. عمر ما الكنيسة كانت كراسي، يعني الموضوع مش كراسي خالص يعني. وأنه إذا كان مجمع كارتاجنة قد تضمن ما جاء في رسالة روما بخصوص المادتين اللي انت بتشير ليهم، فكان ذلك فقط لحين ورود النسخ الرسمية لمجمع نيقيا. وإذا كان ما سيرد من النسخ الأصلية لمجمع نيقيا متضمنا لتلك المواد لن نتأخر عن العمل بها، وإن لم يكن فيها فنحن واثقون عن تنازلكم عن رأيكم. راحوا بعتوا له قالوا له ايه، بص احنا مؤقتا هننتظر ورود النسخ الأصلية من مجمع لمجمع نيقيا من اسكندرية ومنين ومن القسطنطينية. سؤال، ليه ما قالوش لبتاع اسكندرية دي اسكندرية فرد كعب روح هات لنا النسخة وتعالى؟ ليه؟ علشان يطبقوا النسختين، يجيب واحدة من القسطنطينية ده كرسي، ويجيب واحدة من اسكندرية ده كرسي تاني، يطبقوها ببعض. فلو لقوا النسختين طبق الأصل هيقولوا البابا روما يعني انت حضرتك شوف انت جبت القوانين دي منين. قالوا له احنا هنجيب النسخ الأصلية من اسكندرية من القسطنطينية لغاية ما النسخ دي تيجي انت خليك في الدائرة بتاعتك. لو طلعت دي موجودة في مجمع نيقيا وداك حق استئناف أساقفة الكراسي احنا مش هنتأخر عن العمل بيها، لو ما طلعش فيها احنا واثقين انك هتتنازل عن صيغة مؤدبة. يعني احنا عارفين ان انت مش بتدور على سلطة ولا حاجة، واحنا واثقين ان انت لو ما لقيتش دي في النسخ الأصلية بتاعت مجمع نيقيا هتتنازل عنها. يعني عارف اللي هو بيثبتوه يعني في اللغه بتاعتنا دلوقتي. ابلغ المجمع البابا روما انه بعد مراجعه عده نسخ ايضا غير النسختين الاصليين كمان لم يجدوا في اي منهم مثل هذه القوانين، حتى النسخه الرومانيه اللي نقلت من النسخ الاصليه، ما النسخة الأصلية في القسطنطينية واسكندرية خدت واحدة عشان كان البابا أثناسيوس يعني كان هو أقوى واحد في المجمع، ونيقيا دي هي القسطنطينية دي المكان بتاع المجمع. فقالوا له ده حتى النسخة الرومانية اللي كتبها أسقف روما وقتها يحتفظ بيها ما فيهاش الكلام ده. واختتموا برسالتهم إذ ليس في وسعهم الحصول على نسخة يونانية، لذلك أرسلوا إلى الكنائس الشرقية للحصول منها على النسخ اليونانية الموجودة لديهم، وطلبوه هو أيضا بالحصول على تلك النسخ من الكنائس الشرقية، وأنهم سيعملون بتعليمات النسخ دي لحين وصول النسخ الأصلية. كل ده لسه ما وصلتش النسخ الأصلية. مات بونيفاسيوس وجي بعديه واحد اسمه سيليستينوس جي بعد بونيفاسيوس، وبونيفاسيوس جي بعد زوزيموس. يعني بداية المشكلة كان عند واحد اسمه البابا زوزيموس في سنة 419. قبل الست سنين ما يخلصوا بتاع مجمع كارتاجنة كان مات زوزيموس البابا زوزيموس، ومات البابا بونيفاسيوس، واللي موجود بقى في الوقت ده اللي هنكمل عليه واحد اسمه البابا زيليستينوس أسقف روما أو بابا روما. تمسك بنفس النزاع. وقد حدث أن القسي إيباريوس الذي كان قطعه أسقفه وعاد إلى الكنيسة بواسطة زيزوموس أسقف روما، قد عاد إلى قيء مرة أخرى فقطعه أسقفه مرة أخرى، وكان قد عرف طريقه إلى روما. ده إيه معناه؟ طلع في وسط المجمع وجي واحد أفسيس ما كانش بيتبع روما، والأسقف بتاعه جرده
من الرتبة بتاعته، الأسقف اللي هو أسقف الكرسي يعني. فراح قال لك ده بابا روما عنده مادة قانونية حلوة قوي بيقول إن هي بتاعت نقية، أروح أستأنف عنده يرجعني. فراح لبابا روما قال له أنت ترجع، هو مدي نفسه الحق إن اللي يستأنفه عنده من أي كرسي من الكراسي يحكم هو. فجابوه بقى في المجمع ده بتاع قرطاجنة، يقول لك حضر فوستينوس نائب عن روما اللي هو نائب عن سليستينوس، وجاب معاه القس إيباريوس ده. بعد نزاع شديد استمر 3 أيام بين أباء المجمع ونائب أسقف روما اللي كان اسمه فوستينوس، أقر إيباريوس بأنه ارتكب أخطاء كثيرة جدا وأن قطع من أسقفه بسببها، تخيلوا، وأنه ليس بريئا. حتى وقف فوستينوس نائب روما مبهوتا خجلا جدا، يعني المجمع الراجل زي ما تقول ضميره اتحرك ولا حس ان مفيش مفر ولا ايه، فرح اعترف انه قطع من الاسقف بتاعه بسبب كذا 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 كذا، وانه ارتكب كذا 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 كذا، وبالتالي الاسقف بتاع روما او النائب بتاع الاسقف بتاع روما وقف خجلان جدا، انه كأنه بيدافع بدون وجه حق وعايز يرجع كاهن عشان يدوا لنفسهم مزيد او حق السلطة، واساسا ما كانش معاهم حق. فأرسل المجمع برئاسة أوريليوس رسالة إلى سليستينوس تنطوي على لهم لن يقبلوا من الآن الذين يذهبون إليهم من أفريقيا، وأن لا يقبلوا في الشركة لديهم الذين قطعوهم، مؤكدين أن هذه إرادة مجمع نقيا. يذكرون أن استئناف قضايا الكهنة والشمامسة لدى روما مخالف للنظام العام، وأن قرارات مجمع نقيا واضحة وصريحة، وأنه في إحالة الكهنة والأساقفة أنفسهم إلى رؤساء أساقفتهم، وخاصة أن مجمع نقيا قد حكم صريحا في هذا الفصل أن الفصل في القضايا تكون حيث نشأت. يعني لغاية النهاردة ما استقر في مجمع نقيا وما أيده مجمع قرطاجنة أن لا يجوز لأحد تحت رئاسة كرسي أن يحتج لدى كرسي آخر. ويقولك إيه؟ فنعمة الروح القدس هي حالة في كل كنيسة، حالة في كنيسة الإسكندرية، حالة في كنيسة أنطاكيا، حالة في الكنائس. طبعا إيماننا أن الروح القدس يعمل في الكنيسة من أجل سلامها وثباتها وثبات إيمانها، وبالتالي الكنيسة اللي أنا مش في نقاش هنا عقيدي، بس أنا بقول الرأي عام أو بقول بالمناسبة يعني أن الروح القدس يعمل في كل كنيسة محافظة على الإيمان المستقيم. وإذا رأى المحكوم عليه أنه ظلم في المحكمة الأولى فله أن يلجأ إلى مجمع الإبراشية اللي هو مجمع الأساقفة. يعني أنا كاهن في أبروشية سين، تظلمت من الأسقف، هروح أرفع إلى المجمع المقدس بتاع كنيسة اللي أنا تبعها، كنيسة سين دي. طب ولو أنت حسيت، بيقولوا كده في مجمع قرطاجنة، ولو أنت حسيت أن أنت مظلوم وليك مظلمة، ليك جهة أخيرة فقط تقدر ترفع فيها الشكوى بتاعتك عند انعقاد مجمع مسكوني. يبقى في مجمع قرطاجنة، وده من الدلائل اللي بتؤكد أن ما نسب إلى مجمع نقيا من قوانين زائدة على 20 هي قوانين مزورة لا أساس لها من الصحة، أنه بعد الاطلاع على هذه القضية، بس عايز أقول حاجة وأبونا توافقني عليها، لا بجد يعني أنا شايف أن السلطة السياسية كان ليها دور كبير. يعني منين في الوقت ده كانوا عاملين الحساب الكبير ده كله لكرسي روما، أنه طب إحنا هنبحث وهنجيب الرسائل، مع أن كان معهم النسخ كلها اللي ما فيهاش الكلام ده، وإحنا هنستنى لما تجيلنا النسخ الأصلية، وطب احنا نعمل بالكلام بتاعك ده لغايه ما يجي، لا طب خليك بس في الكرسي بتاعك لغايه ما نجيب النسخ الاصليه، ولو لقينا الكلام ده هندي لك حقك.
فدايما الكنيسة إذا أرادت أن تحتمي بسلطة زمنية وسياسية فهذا دليل على ضعفها. الكنيسة تحتمي بقوة المسيح، وكلما كانت الكنيسة قوية بالمسيح كلما كانت الكنيسة في غير احتياج لغير المسيح، ما عندهاش احتياج تاني غير للمسيح اللي يسندها. إذا الكنيسة سعت إلى فكرة السلطة والزعامة والرئاسة وعلو كرسي على كرسي، فكده نكون قد عدنا إلى قضية التلاميذ، من هو الأعظم بيننا، وكأننا ننسى ما قام به المسيح حينما أتى بطفله قال إن لم ترجع وتصير مثل الأولاد لن تدخلوا ملكوت السماوات. التاريخ يقول لنا إن الصراع ده فضل موجود، بس بدل التلاميذ ال 12 بقى بين بعض الكراسي يعني. ويرد في الرسالة اللي أرسلوها لأسقف روما أن الحكم الصادر لديهم في روما قد يحول دون صحته عدم قدرة الشهود الحضور إلى روما أو لأي علم، أنت ما فيش شهادة قدمتها تدل على صحة ما تدعي. واختتموا رسالتهم إلى أسقف روما بأن ما جاء في الرسالة التي أرسلوها مع مندوبين لم يشترعها أباء المجمع، حيث لم يجدوا لهذه القوانين التي أرسلتها روما في رسالتها الأولى مع أول واحد اللي جاي من البابا زوزيموس أي أثر، سواء من النسخة التي تسلموها وأبعتها القديس كيرولس الكبير أسقف الإسكندرية ولا من إتيكوس حبر القسطنطينية. يبقى القرار النهائي وصلوا له إمتى؟ بعد ما خدوا النسخة اللي كان محتفظ بها البابا كيرولس أسقف إسكندرية، ولا وقتها كان إتيكوس حبر القسطنطينية. خلاصة ما سبق أن ما أثار النزاع حول قوانين مجمع نيقيا هي الرسالة التي أرسلها زوزيموس أسقف روما، وذلك في مجمع كارتاجنا 419، مش 419 كان البابا كيرولس كان هو البابا، عشان مجمع قسطنطينية 431 كان هو الرئيس يعني، والتي حوت قوانين أثارت حفيظة أباء المجمع، حيث لم تكن تلك القوانين موجودة بنسخ مجمع نيقيا الموجودة لديهم. قرر المجمع أن يحصل على النسخ اليونانية لمجمع نيقيا وأن يحصل على نسخة الأصلية من كنيسة الإسكندرية، ودي نسخة يونانية، وإسكندرية كانت بتتكلم إيه؟ بتتكلم يوناني، ومن مجمع ومن القسطنطينية، حتى يتسنى للمجمع دراستها. وطبعا استمر النزاع بعد رحيل بابا واثنين حتى وصلوا إلى سيليستوس اللي حاول أن يعيد قصة تأكيدا على أحقية بابا روما. ففي مجمع كارتاجنة أقر المجمع بما وصلوا إليه أنه إن لم يجدوا قوانين في مجمع نيقيا تشير إلى القوانين اللي بعتها بابا روما، وقال لهم استنادا إلى القانون رقم 3, 4, و5 من مجمع نيقيا. تخيلوا أن النزاع ده كله حصل على 3 قوانين حاول روما أو حاولت روما أن هي تحطها في مجمع نيقيا. تخيلوا 81 قانون تانيين كانوا عايزين ينسبوها زور إلى مجمع نيقيا. وبالتالي السؤال اللي ممكن يدور في ذهن أي أحد منا، إيه الفايدة إنهم يزيدوا قوانين على المجمع لم يصدرها المجمع تحصيل مكاسب ومنافع شخصية؟ إيه المكاسب والمنافع الشخصية؟ سلطة، تسلط، منفعة شخصية بالضبط. إحنا واخدين من مجمع نيقيا ما يعطينا سلطة ورئاسة على كل الكنائس، ومنذ ذلك الحين وهناك البعض يسعى إلى اليوم أن يكون كرسي كنيسته يرأس العالم، الكرسي الأعلى من غير. من أين جاءت هذه القوانين
المزورة. الواقع أن زوزيموس أسقف روما قد أتى بهذه القوانين من مجمع اسمه مجمع سرديكا 347، وكان مجمع مكاني وليس مسكوني، وصدر في خصوص الكنيسة بتاعته. يعني لو ده في مجمع روما، لو ده حول كنيسة روما، يبقى القوانين اللي أصدرها المجمع المكاني تخص روما. ويذكر الأنبا كيرولوس مكار في كتابه الوضع الإلهي أن شهادة التاريخ تنطق بأن المسيحية لم تعتبر أبدا مجمع سرديكا مجمعا مسكونيا في أي عصر من العصور. يعني هو حاولوا إن هم يدوا لمجمع سرديكا صفة المجمع المسكوني، وده ما حصلش. فانعقد 347، أي بعد انعقاد مجمع نيقيا بعشرين ولا 22 سنة. لو كان له صفة المسكونية لكانت الكنيسة دعته المجمع المسكوني الثاني. والمعروف أن الكنيسة بتلقب مجمع القسطنطينية بالمجمع المسكوني الثاني، والذي أقر لاهوت الروح القدس وحرم مقدونيوس عدو الروح القدس، وبالتالي فلا يوجد أبدا ما يشير إلى أن مجمع سرديكا مجمعا مسكونيا. وما حدث أن زوزيموس أسقف روما أن يقيم الحجة للأفارقة، كل الكنيسة في أفريقيا، على ما له من الحق في قبول قضاياهم، فحاول أن يطلق على مجمع سرديكا صفة المسكونية ويلصقه بأنه امتداد لمجمع نيقيا، وحاول أن يحتج بثلاث قوانين كانوا بالفعل في قوانين مجمع سرديكا، حاول أنه ينسبهم إلى مجمع نيقيا. طيب، هل هناك أدلة أخرى تؤكد على زور القوانين الزيادة عن العشرين؟ نعم، توجد نوعين من الأدلة، أدلة تاريخية وأدلة منطقية. الأدلة التاريخية، بس أفكركم تاني أنه خلي بالكم، هو كان بيقول القانون رقم 3 و4 و5 من قوانين مجمع نيقيا، ودي النقطة اللي أنا شرحتها لكم في البداية، أن القوانين المنسوبة زور لمجمع نيقيا ما تحطتش رقم 21 و22، لا اتدست في النص. فانت ممكن تلاقي قانون من القوانين الصحيحة في مجمع نيقيا اللي هو ترتيبه الصحيح رقم 19، ممكن تلاقيه رقم 100، دخلوها في بعض. يعني اول حاجة الادلة التاريخية على زور هذه القوانين، جاء في كتاب اخبار القديسين لماكسيموس مظلوم بطريرك الروم الكاثوليك صفحة 28 ما يلي: قد نودي بالتئام مجمع مسكوني عام 325 في نيقيا، حيث التأمت فيه أساقفة الكنيسة الجامعة شرقا وغربا إلى آخره. وبعدين بيقول في هذا المجمع حرمت الكنيسة تعاليم أريوس وأتباعه، ووضع قانون الإيمان النقاوي، وحدد هذا المجمع التزام وضع ثابت لعيد الفصح سنويا كل عام. الراجل بيذكر القضايا اللي ناقشها مجمع نيقيا. ثم رتب هذا المجمع 20 قانونا يخص التهذيب والترتيب الكنسي. الدليل التاريخي الثاني، جاء في كتاب تاريخ المجامع، وهو من الكتب الموثوقة لساويرس ابن المقفع أسقف الإشمونين في النسخة الأصلية منه صفحة 496، وهو يتكلم عن مجمع نيقيا وبيقول: وقد وضع المجمع بعدما نظر القضايا الرئيسية 20 قانونا. الدليل الثالث، جاء في كتاب تاريخ الكنيسة المطبوع في أورشليم في صفحة 176 عن مجمع نيقيا، وقد وضع المجمع 20 قانونا لنظام الكنيسة وترتيبها. الدليل الرابع، ورد في كتاب الآثار المسيحية للدكتور ويليام
سمت والأستاذ اشتهام للأجانب صفحة 391 عن مجمع نقيا ما نصه. لقد تم الاتفاق على 20 قانونا بمجمع نقيا للسير بموجبها، خلصت من الجدل وسلمت من الاختلاف، وهي موثوق بها أن رسالة الاحتجاج التي أرسلها البابا أثناسيوس التي تتضمن 80 أو 84 قانونا غريبا تبين كذبها. ونجزم بما تقدم ومن دليل الأسقف هيفيليا أن كنيسة الإسكندرية لا تعتد بأكثر من 20 قانونا في مجمع نقيا، هذا الخطأ الذي جاز فيه زوزيموس أسقف روما. دليل خامس، جاء في كتاب الوضع الإلهي للبطريرك كيرلس مكار بيقول كده: أما فيما يختص بنسبة 84 قانون إلى أباء مجمع نقيا فأظنك لا تقصر على ذلك، لأن المسيحية تشهد في ذلك العهد بصوت واحد واتفاق واحد بأن المجمع المسكون الأول مجمع نقيا لم يسن سوى 20 قانونا فقط، التي لم تزل موجودة باللغة اليونانية ونقلت بأمانة في مجموعة المجامع اللاتينية، يعني في مجموعة قانونية في الكنيسة اللاتين، واللاتين اللي هي الغرب روما اللي كان بيتكلم لاتيني، ودي كانت اللغة الرسمية بتاعتها. النسخ الأصلية اللي ترجمت النسخ الأصلية بتاعت مجمع نقيا المكتوبة باليونانية، النسخ الأولى اللاتينية اللي كانت محتفظة بكنيسة فيها كنيسة بيها كنيسة روما، ما كانش فيها غير 20 قانون اللي متفقة فيها كل الكنائس. يعني لغاية دلوقتي هي الكنيسة الوحيدة اللي تمسكت بقوانين غير موجودة في القوانين الأصلية لمجمع نقيا كنيسة روما، والسبب أنها وضعت قوانين تعطيها سلطة على باقي الكنائس. الدليل السادس، أن كل الآباء المعترف بهم شرقا وغربا بالكنيسة لا تعترف بهذه القوانين المنسوبة زورا إلى مجمع نقيا. دليل السابع، لم ترد هذه القوانين في المجامع الرسمية المكانية سواء يونانية أو لاتينية التي انعقدت في القرن التالي لمجمع نقيا. مجمع نقيا 325 قرن رابع، في عدة مجامع مكانية سواء كنيسة اليونانية أو كنيسة اللاتينية عقدت في القرن الخامس، ما فيش مجمع فيهم أقر ولا طلع صحيفة ولا وثيقة ولا مخطوط معاه بيقولوا ده القوانين دي موجودة في مجمع نقيا. كذلك تتعارض هذه القوانين مع القوانين التي جاءت في مجمع القسطنطينية، وخصوصا القانون الثالث من هذه القوانين. لما ربنا يدبر ونيجي ناخد مجمع قسطنطينية هنلاقي القوانين اللي في مجمع القسطنطينية في بعض منها بيراجع ويؤكد على ما صدر في مجمع نقيا، وهنلاقي قانون من ضمن القوانين في مجمع القسطنطينية بيؤكد على ان اللي بعته بابا روما ده ما كانش في مجمع نقيا اصلا. كذلك تتعارض هذه القوانين مع القانون ده اللي احنا قلناه. دليل الثامن، ما حدث في مجمع كارتاجنا والمشار اليه، هو بياخد اللقب مجمع كارتاجنا السادس عشر نسبة الى مجامع مكانية كانوا بيعدوها، فده كان يعتبر بيعدوا العدد، يعني كانوا بيعتبروا مجمع رقم 16 مجمع مكاني. واعتراض أباء المجمع على الرسائل التي أرسلها زوزيموس أسقف روما على يد نائبه، فلو كان لدى الكنائس من نسخ قوانين مجمع نقيا تحتوي على هذه القوانين
لما اعترض عليها الأباء المجتمعين بمجمع كرتاجنة 419. الدليل التاسع ما أشارت إليه دائرة المعارف الفرنسية الجزء 24 صفحة 1094 من التزويرات التي تمت على قوانين مجمع نيقيا في روما ولصالح أساقفتها. يعني دائرة المعارف الفرنسية دي مش تبع لكنيسة مصر، ما هيش تبع لكنيسة الإسكندرية، وما هيش تبع لكنيسة أورشليم، دي في الغرب. دائرة المعارف الفرنسية دي دائرة كبيرة جدا. في الجزء الـ 24 في صفحة 1094، تخيلوا كم صفحة لما الجزء 24 في صفحة 1094. دائرة المعارف الفرنسية من أكبر دائرة معارف العالم. يعني أشارت في هذه الصفحة 1094 إلى التزويرات وبتقول إيه؟ هذه التزويرات التي تمت على مجمع نيقيا تمت في روما ولصالح أساقفة روما. ليه؟ لما كان عليه مجمع نيقيا من عظيم السلطة وعظم المكانة. زي ما أبونا قال لك نجيبها من فوق. طب فوق ما فيش، نحط إحنا. ده اللي عملوه بالظبط. هنقف هنا وناخد بريك كده ربع ساعة ولا حاجة، وبعدين نرجع نكمل باقي الأدلة التاريخية وناخد الأدلة المنطقية، وبعد كده هيبقى في فرصة لو في أسئلة نخليها في الآخر. شكرا سيدنا على تعليمك القيم والمتخصص. ونيافتك أشرت يعني إيه مجمع، والمجمع المسكوني إيه معناه. المجمع المسكوني معناها إنه مجمع يجمع الآباء، آباء الكنائس الكراسي الرسولية على مستوى العالم. كيف يكون هذا المجمع مسكوني وغير مسكوني؟ لا، المجمع المسكوني له نصاب قانوني وفي اتفاق للآراء. إزاي المجمع القرارات بتاعته بتطلع؟ إحنا مهم جدا نبقى عارفين إن إحنا في الكنيسة لا نقر بعصمة أحد منفردا. لازم الحاجات دي نحفظها. لا نقر بعصمة أحد منفردا. كيف تقنن العقيدة والقوانين؟ وفقا لاتفاق عموم الآباء، التوثيق الآبائي، الحجة الآبائية. احنا لا نؤمن حتى بالنسبة للأحياء وبالنسبة للذين سبقوا ورقدوا، لا نؤمن بعصمة أحد منفردا. القانون معمول ليه في الكنيسة؟ لأن الكنيسة هي ملكوت ربنا على الأرض. طب القانون ده معمول ليه؟ عشان تنظيم ملكوت ربنا على الأرض. مش احنا السماء هي الوطن بتاعنا، الوطن الأفضل؟ فكل وطن له جنسية وله هوية وله قوانين، فالقوانين دي المنظمة في الكنيسة. وعشان كده بيتقال ان القانون هو دفة السفينة وهي دفة الفلك، والفلك هي الكنيسة، وانه هو الأضيب والمسطرة والمعيار اللي بينقاس عليه. لما نيجي نقول قوانين نيقيا، في قانون الأول بعد، يعني سيدنا كان قال الكلام ده في المحاضرة السابقة، يمكن انا بقول الكلام ده للمستجدين. قانون الإيمان ده قانون القوانين. طب والقوانين اللي سيدنا بيتكلم فيها ديت القوانين اللي جت بعد كده، اللي هي التي نظمت مسائل تعليمية وتنظيمية. طب الخلط ده جاي منين؟ ده مهم بقى. سيدنا النهاردة بيتكلم في جزئية محددة، عدد القوانين الرسمية والموثقة والصحيحة هم 20 قانون. في بعد كده بقى اختلف المؤرخين والمخطوطات، مش كده سيدنا؟ وناس قالوا لا دول 50، لا قالوا دول 80. مسألة تسييس الكنيسة، خلي بالكم معظم المجامع جت بأوامر من الأباطرة أو من الملوك. ومجمع نيقيا ده بالذات مهم جدا عايزين نهتم بيه، لأن سنة 2025 هيبقى مضى 1700 سنة عليه.
معمولة احتفالية كبيرة جدا في كل العالم، دراسات حول الاحتفال بألف وسبعمية سنة على مجمع نقي. كان بالأولى احنا أبناء اسكندرية، كنيسة اسكندرية، ان احنا ندرس ونفصص المجمع والعقيدة بتاعتنا، خاصة لأن كنيسة اسكندرية لها ريادة فيه، لأن البابا ألكسندروس والبابا أثناسيوس كانوا هم الأبطال بتوع المجمع. في حاجة مهمة عايزين نعرفها، لأن سيدنا اتكلم عن هم الناس اللي بيدسوا القوانين دي، اللي بيدسوها ليه؟ لا، ده بيدسوها علشان يبقى كل واحد عنده أهواء، عايز يتسلط أكتر، عايز يبقى هو كرسي أعلى، عايز يعتمد كلامه، زي ما أي واحد بيخطرف أي خطرفة وبعدين يقولك ده القديس فلان قال كذا، ده البابا فلان قال كذا، عايز يدي صبغة الاعتماد والمصداقية، وبناء عليه الكنيسة حط القوانين دي من أجل الشفاء ومن أجل العلاج ومن أجل الترقي ومن أجل حفظ الإيمان السليم. القوانين اللي هي مشوشة ديت مدسوسة، طب دسها للناس دول علشان يأكدهم الأفكار بتاعتهم الشخصية والصراعات السياسية والأهواء. في قول مهم جدا بيتقال على مجمع نقية، ان الاباء بيناقشهم ويضعوا الصياغات، بس خلي بالك ممكن الامبراطور يعاكس هذه القرارات، قد لا تروق له، قد لا يروقها، وخاصة ان مجمع نقية بالذات قسطنطين بنفسه مش دعا للمجمع، لا ده كان حاضر فيه، وحتى لما هتلاقوا صور الأيقونات بتاعت مجمع نقية هتلاقوا قسطنطين وهو حاضر فيه. أشكر حضوركم وصبركم، وبتشكر مجددا لأبينا الحبيب صاحب النيافة الحبر الجليل أنبا فلوباتير أسقف أبو قرقاص، أبونا توفيلس المحرقي، وسيبقى أبونا توفيلس المحرقي المحب للإله. واتفضلوا حضراتكم ناكل حاجة ونشرب حاجة ونرجع بعد 10 دقايق. شكرا.